أحسن الله إليكم شيخ محمد. المسلم مطلوب منه أن يتفقه في دينه وأن يتحقق من العقيدة، كيف توجهون المسلمين في ذلك يا شيخ في معرفة دينهم؟ أوجه المسلمين أولا كلمة إلى علمائهم، فإنه يجب على علماء المسلمين أن يبصروا عامتهم، لأن العلماء بمنزلة النجوم في الأرض يهتدى بهم في ظلمات الجهل، فعلى العلماء أن يتقوا الله عز وجل وأن يستمدوا علمهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم، ثم يرشد الناس إلى هذا. والناس إذا صرف علماؤهم صلحوا، وإذا انحرف علماؤهم صاروا سببا لانحرافهم، فعليهم أي على العلماء أن يتقوا الله تعالى في تفصيل الأمة. ثم على العامة أن يأخذوا بقول علمائهم المعروفين بالعلم والأمانة، دون أن يأخذوا من علماء جهال أو من علماء ليسوا أمناء على دين الله ولا على عباد الله. والكتب المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وذلك مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهما من العلماء المتقدمين والمتأخرين. نعم.